شكلت مدينة العمارة بأحيائها ومناطقها نسيجاً اجتماعياً من خلال التعايش السلمي للطوائف والأديان، وهناك مساجد مشتركة للوقف السني والشيعي، قسم منها أثري وقديم. سكن العمارة اليهود والصابئة والمسيحيون، وعاش الصابئة المندائيون قرب الأنهار، واجتهدوا في صناعة المشاحيف بأنواعها وبصياغة الذهب. ومنذ القدم في أمكنة مثل قلعة صالح والمشرح والكحلاء، وظلوا يحتفظون بخصوصيتهم الدينية وممارسة طقوسهم في مركزهم الديني المسمى المندائي.